شبه جزيرة بجنوب شرق أوروبا. ده الأفقي الرأسي، جزيرة يابانية معكوسة. بابا حضرتك مشغول؟ بحل الكلمات المتقاطعة. وانت من امتى بتحل الكلمات المتقاطعة؟ يعني بنشط مخي شوي. ايه مالك شكلك كده عايز يقول لي حاجة؟ اتفضلي تعالي اقعدي. شكرا. اصل انا كنت حاسة ان انا محتارة كده. هشام طول عمرك نبيه وتفهمها وهي طايرة. لا يا حبيبتي دي مش عايزة نباهة، اصل شايفك وانت داخلة حضنة بوكيه الورد، وطبعا البوكيه ده هو اللي بعته هشام. هو دايما بيبعت لي ورد. تعرفي انا كنت زمان بعمل كده مع امك، بس كنت ببعت لها وردة واحدة واحدة بق السبع، واخدة بالك؟ اصل اياميها كان الظروف المالية يعني مش على قد كده يعني، ويوم ما كنت ابعت لها الوردة دي استلف اجرة المروح. يعني حضرتك شايف ايه يا بابا؟ والله انا شايف انه شاب ممتاز وعلى خلق، لكن الرأي رأيك، دي حياتك يعني وانت صاحبة القرار. اصل انا عندي تساؤلات كتير ومش لاقية لها جواب. يا ماما اسأليه هو، اسأليه هو، يمكن يكون عنده الجواب على التساؤلات اللي في دماغك دي. يعني ده رأي حضرتك؟ طبعا رأيي انك تقومي دلوقت تروحي له العيادة. يا سعكا موجود في العيادة دلوقت، تروحي له. بس هروح له ازاي؟ اصل انا معيش عربيتي. ليه فين عربيتك؟ نور صاحبتي مستلفاها. حد يسلف عربيته؟ طب خلاص يا بابي انا هتصرف. طب يلا يا هالة. هالة. نعم. نعم يا بابا. ايه حكايتك بقى مع بهجة ابن عمتك؟ يا ريت يا بابا نأجل الكلام في الموضوع ده لحد ما نلاقي حل في مشكلة داليا. ممكن؟ ممكن.